قمة تقدر العالمية تأتي برعاية كريمة من سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وباهتمام كبير من سموه تحت شعار تنمية العقول لازدهار الأوطان والتنمية المستدامة اللي ركزت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه. وهذه ليس بغريبة على دولة استطاعت أن تصل في فترة قصيرة إلى هذا النجاح الكبير، وكذلك تؤكد للعالم أجمع وتنقل تجربتها المتميزة للعالم أجمع من خلال هذه القمة ومن خلال ورش العمل والمتحدثين الموجودين في هذه المنصة العالمية، وكذلك من خلال هذا المعرض اللي أيضا فيه مشاركين من عدد من دول العالم. ونشكرهم على تواجدهم وحضورهم، متمنين التوفيق إن شاء الله لهذه القمة.